السلام عليكم يا اصدقاء الرائعين في قناتك انا فان لافرز. اليوم راح نسوي فيديو جديد عن لعبه جديده وهي وار روبوتس. هاي لعبه جد جميله وهي عباره عن قتال الاليين. طبعا اذا عجبتكم اللعبه وعجبكم الفيديو لا تنسوا تعطون اللايك تشتركون بالقناه تفعلوا الجرس عمو اللايف وتكم اي فيديو نجي نلعب. يلا شباب تو باتل. يلا شباب هاي اول معركه نبغى ان شاء الله نطوره. يلا شباب ليتس جو دخلنا المعركه. Battle starts. Okay. تعليم. هاي. يلا شباب. ذاك العدو. لازم الصاروخ يتفاعل ما ايه. يا شباب اضرب عليه هات الصواريخ نضربون. طبعا هسه بالبداية ترى سهلة اللعبة يعني بيهم هذول بابا هذا الازرق اللي هو نفس الشيء. لا مو عليه اضرب على هذا اضرب على هذا. يس اول كيل. يا شباب هذا راح نقتله. يلا 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 صواريخ يا الله هاي دبل كيل شباب. لا صواريخ راح تنهي. هاي شباب واو فزنا شباب فزنا اول انتصار. يس انا عندي دبل كيل. والله الاغنية حلوة. أول جوائزي زين شفت تيم بالله منو أحسن واحد. أوه أنا بالمركز الرابع شكلي ما جبت كيلز. يلا تو باتل نحن ننتظر ورادني أروح للهانجر. إيه سبيشال أوفر أي دونت ونت. أوكي ريتش ليفل 2 هاي أول جولد يس 75 ماك. حنضيف روبوتس. اوه شباب من هو؟ ادري اعرفه يا هو. هنسوي له اد ناخذ سلوت ستور. انا عندي هذا شباب لحظة هذا ب 500 ألف مو صح؟ مين اقدر اشتري؟ اوه يا شباب خلينا نشتري هذا الآلي. ليتس جو اشتريناه. صار عندنا اني هسه باينين روبوت اعتقد. اوكي. يس. جوائز بعدنا بالبداية شباب. دستروير راح نطوره اعتقد. اي ابجريد. نسوي له سبيد اب. وي جو. سوينا له ابجريد شباب. شباب افضل نسوي له الصاروخ نوخره. يلا خل نعوف الصاروخ مو عنده طايقتي نصر شوي اقوى. يلا باك خلنا نحبها طورنا امين. واو كم جايزة حصلنا. يلا شباب let's go to battle. طبعا خلي اختار الكوسك بالبداية اللي هو لا هو ما يتعجز سلا هسه معارك شوي سهلة. يلا دستروي خلينا نجربه من ليفل 2 صار. هير وي جو. يلا شباب ذاك هو مو هذا. شباب دا صيب اي من هاي شباب دا يضربون بي. حصعد
تعال تعال تضرب جماعتي تعال. اخذ 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 ابلع ابلع. المعركة غير منتظمة لحظة. هذا ايه قتل. لا راحت الصواريخ. يلا شباب لا 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 مو هذا اذا ياخذه في اسمه نخسر يعني. لازم احنا نفعله. يلا يا معود اضرب صواريخ. دبل كيل شباب. صارت مالتي هسه. لا 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 شباب انا بطل المعركة لازم اضربه هذا. تعال 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 تعال. يلا يلا قتل. هيدي عبي صواريخ. هاك صواريخ. اي ضربت. لازم نضربه بالصواريخ. هذا رجع صواريخ. هاك خد. ايه تعال تعال. جي جي جي. يس شباب بقى واحد. وينه ذاك؟ شباب فزنا. ها هي. اوه يا شباب صار ثاني. هير وي جو. هذا الشيء نريده. يس طبعا اني اعتقد الاول. اي انا الاول شباب. تو هينجر كوساكي من استخدمه صراحه. دستراير تسوي لي شوية كلر. خمسين جولد. واو شو اسوي بيها. خلينا نبدل الصواريخ. دستور وعد الصواريخ. هذا قوي موي. هذا موجود وهذا موجود. بس انا ما اقدر. اريد ان البانشر هذا. لايت هذا همي. هذا لا هذا يركب علي. زين ستور. اها بانشر. يلا شباب هسه شوية البانشر صارت ممتازة. نسوي لها ابجريد كله. يلا يا شباب السكافي نصرف. هذا احنا نقدر نسوي الابجريد من بعد مو. خلنا نسوي ابجريد للبانشر الاخ. ابجريد. يلا شباب تعال ابجريد. يلا سي هاي. خلنا ننتقل بعد. لازم هذا نبقي فلوس لل كوساك. خطيه يا شباب.
يلا شباب دخلنا المعركة الثالثة. يلا خلنا نختبر بالله التطوير. اعتقد تطوير اسطوري هذا. دستراير ليفل 3 بعد الشريط. اوف خلنا نروح نسيطر على هاي. اذا نسيطر نحصل شوف بدأوا يغربون من انه ده سيطر في اوه راح 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 عليه. اي واحد رايح لي واحد بيضرب. يلا شباب لازم نسيطر على هاي بعد. اي سيطرنا على هاي المنطقة. ممتاز هسه خلينا نبدأ نتحرك لأنه ما نفيدنا السيطرة هواي. يلا يلا تعال تعال اجيتك. دبل كيلو. واحد كتير فزنا هو يا شباب. اووو يس يس شباب المعركة الثالثة خلصت. اووو جيل هذا جديد نقدر نضيف بس مو لازم نجمع شوي بعد فلوس. اوه 50,000 يس يس شباب. وات واو جيت شباب هو جوائز. يلا شباب خلينا نلعب اخر معركة مود هاي ان شاء الله ننتهي بارت 1 شباب. طبعا اليوم حسيت هو لان شاء الله عنده معارك وعدي دلفو. يا الله شباب يلا لازم اجيب لكم خمسة. انا قبل لا اسوي لها جيمينج لعبت بيه جبت خمس سكيل. لا يا سلام الله يلا ابلا شباب تريبل كيل. واو راح اسوي راح اسوي اربعة. رامبيج شباب وصلنا مو خمسة كيل. يلا ما يخالف شباب هاي اخر معركة شباب. يس فزنا بيها كل معركة فزنا بيها. طبعا يا شباب لهنا خلاص الفيديو. لا تنسون تعطونا لايك تشتركون بالقناة تفعلون جرس على مود لايف تكون مع فيديو. طبعا اللعبة كلش حلوة
خلينا نختمها بفتح هذا الصندوق اللي طونا اياه. ان شاء الله الفارت الاخ ان شاء الله نلعبها بكوساك. اوه ان شاء الله نفتح هذا جديد ومع السلامة.